طلع فيها. إذن كما ترون المشهد هو ذاته على المحطة البحرية عندما كنا منذ قليل، هو نفسه عند محطة خروبة عند نقطة المفارق، تجمهر للمواطنين لتعبئة السيارات الفارغة من البنزين منذ ليل أمس تقريبا. كما ترون يحملون الجالونات الفارغة بغية الحصول على البنزين. طيب حضرتك من اي ساعة انت ناطر لتعبي بنزين؟ والله صار شي ساعة ساعة ونص ناطر لعبي بخمسة الاف، وبعدنا ناطرين اسم الله لك العالم وما ننطر شو انا بدنا بنزين. طيب قولك انت انه الحل انه نحن هلأ الساعة 10:30 بالليل بس بدي يعبي لي، عيط لي باي باي على الظاهر لقى البنزين. حاج يوسف على عمرك، بس حضرتكم من الصبح عندكم بنزين او اليوم توفرت مادة البنزين؟ حاج يوسف السلام عليكم. عليكم السلام. اول شيء حضرتك ليش قررتوا بهيدا الوقت الساعة 10 او الساعة 9:30 انكم تفتحوا المحطة بعد ما كانت الناس كتير بحاجة لبنزين من الساعة الصباح الاولى مثل ما بقولوا؟ لا، الناس بحاجة لبنزين يوميا وباستمرار. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، فالمسألة مش مسألة ان احنا ما بدنا نعطي الناس بنزين، احنا حب علينا نبيع بنزين ونخدم الناس حالة طبيعية، هن بيستفيدوا بيقضوا اشغالهم واعمالهم ونحن كذلك اول مستفيد. فتحنا بهذا الوقت حتى الناس نسهل لأمورها، اللي رايح على مدرسته، اللي رايح على شغله، اللي رايح على جامعته، اللي رايح أمه مريضة أو رايح بده يجيب أي أغراض، مش أكثر ولا أقل. عم نعطي كمية قليلة 20,000 أو 30,000 أو 10,000 حتى الناس تتيسر، مش أكثر ولا أقل، ما فيش يعني. طيب بدي أسأل سؤال، هل بكرة في بنزين موجود حتى نطمن الناس أو لا حننطر الخزان ليفضى ونقول لهم ما بقى عنا بنزين؟ لا، بكرة حال طبيعي الأحد، الشركات معطلة للتنان إن شاء الله. بنزين موفر بالشركات، بس المشكلة مع مصرف لبنان وباعتماداته، أنه نحن بدنا نشتري بسعر الدولة على 1515 والدولار برا مش عم نطالب 2300 و2400، ففي خسارة لأصحاب المحطة بنزين. طيب بدي أسألك سؤال، هلأ نحن مثل ما عم نسمع أنه 85% حندفع بالليرة اللبنانية و15% بالدولار، طيب هل حيتحمل المواطن هيدا الضريبة؟ على سبيل المثال ممكن أنتوا لما يعبوا الناس البنزين تاخدوا فرق الدولار من المواطن، من جيبة المواطن، أو أنتوا عندكم سياسة خاصة فيكم تقدروا تأمنوا الأرباح الخاصة؟ عادة ما في مجال نحن نزيد على المواطن أي شيء، لأن نحن مجبرين نبيع بالسعر اللي مسعرته وزارة النفط. يعني بفهم منك بالتزمين بتسعيرة الدولة؟ طبعا طبعا طبعا، 24,800 الحمد لله رب العالمين، في التزام بتسعيرة الدولة لأنه نحن من هالناس بالنتيجة، ومنخاف على كذلك الأمر على سمعتنا، مش مستعدين نخسر آخرتنا كرمال مبلغ صغير. طيب حاج يوسف شو بتوعد الناس؟ هل باستمرار الأزمة قادر أنت تأمن صهاريج لحتى شوي نكون عم نلبي احتياجات الناس؟ إن شاء الله على قول وزيرة النفط الطاقة أنه خلال 15 يوم بيوصل البنزين تاع الدولة، وبتصير الدولة تبيع بالسعر اللي لازم ينفع به بالليرة اللبنانية. نحن بس المشكلة الوحيدة اللي عم نعاني منها أنه نقدر نجيب دولار بالسعر اللي ما نخسر نحن ونقدر نخدم الناس، بس البنزين موجود بالمحطات، المحطات مسكرة بس لتحصل شوية أرباح على دولار خفيف، أو يضغط وزارة مصرف الإسكان المركزي يعطي دولار بسعر مقبول حتى نستمر الرسمي. على السعر الرسمي. مشكور، يا أهلا وسهلا فيكم، والله يبارك فيكم ويأجركم. إذن كما ترون عبد، أنت من أي ساعة ناطر لحتى حصلت على هيدول العشرة لتر بنزين؟ فينا نقول علي صر من الساعة 9. طيب طيب حضرتك إذا استمرت الأزمة هيك شو ممكن تعمل؟ ما فينا نعمل شيء يعني الشركة.
هن بدهم نشوفه اذا بيفتحوا ام لا يعني. يعني ما عندكم تصعيد ما عندكم شيء. مثل ما عم بتشوفوا المشهد هون عم بيقسموا العالم، اللي معها جلانات عم تاخد قسم، والاصحاب السيارات عم تاخد قسم تاني. رح ناخد تهافت المواطنين بعده مستمر. عم نشوف العديد من المواطنين يمكن لربما سمعوا على وسائل التواصل الاجتماعي او قروا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي وعرفوا بخبريه وجود البنزين عند محطه خروبي على نقطه المفارق ببلده عدلون، بالرغم من انعدام لوجود المحطات بالمنطقه. على ما يبدو انه الازمه شبه انحلت، او مش هقول انا شبه انحلت، فلربما توفرت الماده شوي مع الناس. و طيب حضرتك من وين؟ من صارية. من صارية. طيب كم ساعة نطرت لحتى حصلت على هيدول البنزينات اللي معك؟ لهن شوي ساعة ونص. صار ساعة ونص. هذا كله من نتائج الثورة، هذا من نتائج الثورة الفاشلة. عظم الله أجل. طيب حضرتك من وين؟ من صارية. صار لي ساعة ونص لحتى عبي، وبعدني ما عبيتش. مو مقبل هالثورة اللي عاملينها. انتو طلعوا نبروا من الشارع، طلعوا. طيب بدي اسألك سؤال، انتو حضرتكم انتو من صارية معكم كذا محطة، ليه انتو كأهل انصارية ما ضغطتوا على المحطات وقلتوا لهم انه نحن بحاجة للبنزين وبدنا اياه؟ لانه ما عم يوصل شيء. بقول لهم، بقولوا لك ساعة دولار، ساعة فرق دولار، ما عم يوصل شيء لانصارية، لا دعم ولا شيء عم يوصل. من وراء هاي الثورة والتسكيرات اللي عم يعملوها ببيروت وهيدي المسخرات كلها يعني. طيب قادر تتحمل وقت طويل انت بانتظار ساعات لحتى تأمن بنزينك؟ حضرتك شو بدنا نعمل يعني؟ شو بدنا نعمل يعني؟ عبوك عنا اشغال، نحن اشغالنا اذا ما بنشتغل بننام نصف حالنا، بننام ما نجيب نصف حالنا. والله يحملنا دولة الرئيس بيري يعني على طول. اذا صرخة المواطنين تستمر في هذه اللحظات. نحن لو اتحاصر العالم كله، اهل جنوب ما بيتحاصروا، والبنزين راح يضل يوصلنا، والغذاء راح يضل يوصلنا بفضل الاستاذ نبيه بري وسمحت السيد حسن نصر الله. إذن كما ترون هنا الشباب يتجمعون يدلون المارة على وجود البنزين هنا في هذه المحطة. يبدو أن العمل إنساني بامتياز. ضوينا. طيب عم حضرتك من وين جاي؟ من السرفان. حضرتك كم ساعة صارك ناطر انت لتعبي بنزين؟ يعني من الصبح. طيب شو دورنا هلأ، او شو نحنا، شو مننا نوجه رسالة؟ انت لمين بتحمل المسؤولية بهذا الوضع اللي راهن؟ يعني مبين المسؤولية عم المحمل يعني على التجار اللي عم يعملوا فرق الدولار. الدولة ما خص الدولة، الدولة سعرت الدولار ب 1518. يعني ما بتحملوا أصحاب المحطات هذا الوضع اللي صاير؟ أصحاب المحطة ما عم يشتري مثل ما عم ببيعوا بالسوق السوداء. ما بتذنبوا. شكور.
المشهد لا يوصف الآن في محطة خروبي. طيب حضرتك صاحب المحطة أو المسؤول عن المحطة؟ مسؤول عن المحطة. طب ليه أنتم من الصبح طالما موجود عنا بنزين بقلب الخزانات ليه حرمتوا الناس أو ليه قلتوا له الناس؟ نحن علينا رح يصير علينا ضغط كبير لأنه عشان هيك بس يعني تتحملون جزء من المسؤولية. أنا بفهم يعني طبعا بس سوزة بيننا هي أنا فتحنا لهم يعني بتعرف. طيب هل بكرة موجود بنزين لحتى نطمن الناس؟ بكرة ما بأكد عليك والله يا صاحبي. التأكيد ليه لا؟ على أي يعني ممكن تخلص الكمية البنزين اللي عندكم؟ فيك تقول هيك إن شاء الله. تنكي شو بعرفنا خلص بتبين معك بتبين. طيب انا شايفك حامل جلان وما معك سيارة. والله هو ماخذهم مقطعهم من تحت بالضيعة وبدي اعبيهم. والله يعني مش بهدف انك تدخرهم او تخبيه هون هلا بعبي نص لحتى لانه يقال انه عم نستعملهم سودة لهيدول البنزينات. يعني عم ناخدها ب10,000 وعم نبيعها يمكن ما بعرف بقديه. صحيح الحكي او لا؟ هلا في عالم رد حرام بس احنا الحمد لله رايحين عبيهم. هو بعنونا بكره انقطعنا انا رحنا مشوار شي شغله منمشي امورنا يعني غير هيك ما فينا نعمل. يعني شو بدنا نعمل؟ ضوينا على الجلالات. رح يطول بقى يا إلو. إذا كما ترون الجلالات يتم تعبئتها. بس بدي أسألك سؤال هيدول الجلالات لا يخبوهن الناس بالبيت ويستعملوهم بعدين يبيعون سودا ولا هن عندهم أهداف خاصة؟ والله هيك هو العالم قدامكم بدك تشوفهم يا أخي. بالنسبة إلي أنا علي بيع زباين وعم بس العالم. عفوا حضرتك ليه عم تعبي بالقلم مش بالسيارة أو موتوسيكل مش للسيارة؟ وين موتوسيكلك؟ بالبيت مقطوع. كمان حضرتك نفس الشيء؟ على مقطوع على الشارع يعني عشان هيك عم يعبوا بالجلانات وما في لهم وسيله ثانيه غير الجلانات. طيب في اسالك سؤال قد ايه التانك اليوم؟ هيك بالنسبه للتانك بدك تشوف صاحب المحطه. طب يقال انه فزت 30,000 هل مزبوط هالحكي؟ ولا لا؟ حسب سيارة الدولة عم تشتغلوا يعني. محمد اخ محمد شايفك حامل جلانين سيارة واقفة حد البيت مقطوعة من البنزين. يعني بفهم منك من الصبح انت ما عندك بنزين. ما رحت على الشغل اليوم. لا رحت على الشغل بس على اجرية بالسيرفيس. حامل جلان وملبك فيه يعطيك العافية. حضرتك من صاريمة هيك؟ ايوه حبيبي. طيب قد ايه كم ساعة صارك ناطر لحتى تلاقي بنزين؟ ها أول مرة بمرق بحب البنزين. وعندكم بنصارية في محطات ولا ما في؟ ما في لا ما في بنزين. يعطيك العافية. حضرتك من وين؟ بيبلية. طيب بالبيبلية عم بقولوا في محطات فاتحة أو لا؟ فاتحة. طيب ليه حضرتك هون عنا؟ هون بعدلون. صارك زمان ناطر لحتى تاخد بنزين؟ 6 دقايق كبير. مشكور. يعطيك العافية. حضرتك من وين؟ سرفاند. ما في محطات بنزين بالسرفاند هلا فاتحة؟ بلا. ليه عنا هون؟ لأنه صاحبي. أهلا وسهلا فيك. صارك زمان ناطر أو دغري وصلت هلا؟ موفقين. Yeah.
يعطيك العافية. حضرتك من وين؟ أنا من عدلون. من عدلون. قديه صارك مثل لتعبي بنزين؟ صار لي شيء كم يوم قصدك والله هلا كم يعني. يوم أو قديه صارك أنت بدك بحاجة لبنزين؟ والله أنا صار لي شيء 4-5 أيام بحاجة لبنزين. طيب بس سمعت خبر إنه فتحوا المحطات فأكيد كانت المبادرة بدي شو ما كان البس وأطلع عبي لحتى أرتاح من هالأزمة، صح أو لا؟ البس شو بدي البس؟ بدي البس عسكر. عسكر؟ إيه طبيعي بدي البس عسكر لعبي بنزين. اه نازلين على معركة نحن. ما كلفت. لعبي بنزين. يعطيك العافية. طعم يا محمد. حضرتك من وين جاي تعبي بنزين؟ يا خي نحن من صارية مش بعاد عن المنطقة، نحن من ضمن المنطقة. طيب بدي أسألك سؤال، أنت لمين بتحمل مسؤولية هالوقفة وهالقطعة البنزين وهالقصص اللي عم بتصير؟ والله لك بالدرجة الأولى لا شك بأنه عنا وضع، بس ولكن بحمل المسؤولية لأن لأنفسنا للناس، لأن هي اللي عم تعمل الأزمة بصراحة يعني. طيب لأن الإنسان اللي هلا اللي كان عم بيعبي بعشرة وبعشرين هلا بده يصير يفول، وأنا بفول وهذاك بفول وهذاك بفول، أكيد إن إحنا اللي عم نعمل الأزمة، ولكن الاحتياط واجب، شو بدنا نعمل؟ الله يعطيك العافية. هذه الحقيقة بصراحة. يعطيك ألف عافية. أستاذ علي لمين بتحمل المسؤولية وحضرتك هلا الساعة 11 وظاهر من بيتك والدنيا مثل ما بقولوا نص ليل وجاي تعبي بنزين، لمين بتحمل المسؤولية؟ هذا الضغط على كل اللي عم بيحاول يساهم بهذا الموضوع خارج، بالنهاية سلطة مسؤولة، سلطة مسؤولة عليها تأمن بالأول حاجيات الناس كليتها لحتى تروح للمطلب الحقيقي اللي هو وحدة وقيمة هذا البلد بشكل طبيعي جدا. بلد مستهدف، ما لناش نحن نستهدف كمان مع اللي عم يستهدف هذا البلد. هل سؤال أخير عم بتفولوا السيارات أو في بادجت معين؟ في 20-30 ما في تف... بين 10-30 حسب يعني ما في على ذوق الواحد يفول أو شيء يعني عم تعمل توزيع للتوزيع عادل زي ما بقول إن شاء الله. طيب بعد عنا بالمخزون هون بنزين في كميات، هل بكرة الصبح موجودة المحطة؟ بكرة الصبح ما بعتقدش، للتنين الصبح إن شاء الله. يعني التنين الصبح فينا نوعد الناس انه عنا بنزين وموجود كل شيء. بنزين ومازوت، الله راض، نضلنا طيبين. حجي يعطيك العافيه. حبيبي انا بدي منك شيء بس. اشتغل هون. ما هو الحج مش الحالي. طرف سؤال. تفضل. يعطيك العافية. شايفك جاي ومستنفر. 11 بالليل وعندنا شغل. 11 بالليل وعندنا بكرة شغل ولا نقطة بنزين. وعندي ولدان يعني بأي لحظة ممكن تطاق لأي مشوار يعني، فأكيد بدنا نعبي. لمين بتحمل المسؤولية؟ يعني أكيد لمين بنحمل المسؤولية؟ الدولة اللي هي يعني أكثر من هيك ما عادش يصير. الواحد يعني عيب، شيء مخزل يعني. من أمام محطة خروبي علي صلوب هوان عدلون. عشتن وعاش لبنان وعاش